والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين صدق الله العظيم عاون الدي وحنكو فرح سنعي عطوش سنطوبة مرتقاتي يعني عاو حن ديار وهنا عشا شافت عنه صوما عطل محاك الله عاو عشا شافت عنه عاو عشا شافت عنه نسيبك عنه قطبنا عطل ديار بعونا شافت عنا دمينينا سيطا وحبا دواما قال السلام عليكم نمان صاحب بضان الدعوانا وحا عاونا لجو الشيخ حسن الواجدي او اه دا اسو ماليات اسو كالانت حسن طوب انينا وحانا عطو شرق ان موقال كان قف والبو وناك جعل وحان كعصنين انو لايك سارو الى يدرتسنو او افافيو ان سودو الشيخ حسن نيروبيا جوكتا وحا هوركو اركيني تركيغا اي قدر ايو اذيقو ماشي قوشدان تا محاقس باي انا نيروبي ايمان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد اولا جواب تنتانا بحين وحان كهر مرسينا اولا انا اسحسوسنا الله جل جلاله انونا خلقي انونا ابوري سبحانه وتعالى الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا قفكس إنه دب صور نقض إسفيريو إنه إلهي كأبوري بيو سبحان الله هبل عطوش يرى حسن طوب حسن الواجدي ضد هرتين فدي وهذا أوجدين لكن هذه عطوش لواتن سنة أجره أما أنا قصد أنجره أفرتن أنجره أفرتن سنة كهر بيان أها سبحان الله ما عملهن حسن واجد اللي ما له جرين يا أنت إسوع جارسيه وشرفتني وأنا جن إيه لي الله مرك واجب كسارة وحويا ربي سبحانه وتعالى ما دام خلقي أنا جرين إجرسيه بي إجا أبو ري بن آدم إجا دقي محو إلهي أوك إيه كان أدونك وأنا أسوي دينا وأنا أسوي دينا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون مرك واحد بلاشة مجران ومدن خير كما دماتو او حويان دت قارا دهاي مثلا دت قاس مخا اولو فديسانيسا هبل مخاد مانتو او تغتاي دت طيب اديك الداعيه تاي واخ او شيغي مركا النبي صلى الله عليه وسلم اسواق دو وريي جيري صلى الله عليه وسلم غالدو او تغي جيري صلى الله عليه وسلم يعني وحان حسو سنا قصدي يهودي درسكي نبي درسكيسا اه او يهودا aya cunigiisa sagaraad noqday waxa way waqtiga dhimashadii la gaaray nabiga fursadaas uu ku gaaday oo u tagay markaas uu salaamay markaas uu cunigii oo tacbaana wuxuu ku yiri la ilaha illallah dhe ka faydisana ma ogtahay ilaa shaqadiisa waa la ilaha illallah dhe markaas uu cunigii aabihiisa u fiiriyay in aabihi iyo aabihi nabiga isku diin ahayn markuu ogaabogta aabihiisa u fiiriyay wuxuu dhahay haye maana maxaan sameeyaa markaas uu aabihiisa murugsa wuxuu ku yiri nabi maxamed ataa abul qasim نبي محمد درس كان وركيس لما ديدي كدرس كان وقتي وركيس لما ديدي كان اطعنا بمحمد مركز لا اله الا الله كل واقع نفتين ويكبحدي نبي غفر احسن وقري كسوبح الحمد لله ولا اله كبد بعد نارت هذو سو تغيلن ودي لا يهود واني ما سلام وما تغايو ما اسلام لهن هل قسم كدرا مركه عجيبه دنمارك اي انت نبي محمد وحلقه شيخ شيخ جري ايا ويلال وحا سو بخين او عرب مسلمين وخبر عبايه دنمارك دنمارك النبي قال كسوح كشيء عنا ذا ذي إن واحد لقي سؤال اسكداي المسلمين ده سؤال ما ذا مارك مارك عصا واحد يعني قال كوي خمر ذعبا وأنت كنن صلاة مجرتو يا ليو يو كوي وح ما هو خمر ذي الله عبا والسكبا شحلا قرآن هي قال واحد إني هو أيامان وحن مغلين إنه محمد العاي النبي جين صلى الله عليه وسلم يكون عاين أو محن سمينا أنا كنا كجوسان وحن كعبي جر حيت هاي خمر كم يبسني قال هذا دنمارك خمر سو سارتي او مد ان دنمارك ما بعبين ما انت لا قبلها تولمون تنتادان تولمانتيدو وعنتهي واتو قوني كواهو ليسو ودا تولماميه سليد دادا تيمها مقعيدا سوطور توب كلاس ان اي تهي تنتا كافيسة دا هنكا تابا قليودا تيمها نها قاعدي سو تريقا يما موك تهي سليد دا تيمها اي توب كلاس ودا ماان رقا يدو ماركي استعمالي كرام ايا اهم مت تيمها او واناكسن
كان إلى علينا يسوع داد الشدة أقولك وحين بحين يسات مها هذا لا هذا كيس هذا من الأم السعودي وأنا سوقوري ويا شيخ مانتا وحكي خير قلنا حفلة وين ورنتي أي حفلة داس ولوما موسى هي حاس كم إذا القرآن كريم قراءتك ديارسي طبعا قراءات كنتي سده كسرتو دي حفلة داس إيو جيدة دا لقلها إيو فرين تعاد ودريسي قارهان قبلها الصوماليات نداوانا هيو إيقنا عن قرآن كأقوني بارك الله فيك أولا قبل إجازة لسينا إذا وجدت ذواي وحان أغطى لقلي دي حفلة داسي إن لقبتو لسميه سي خاصة إجازة لوسين كروين أورا أسعون كرتا لكن تلاوكا ساعن قادة وحان جعل هاي داد بدل إن يكسو برارقان ودعوانا أي نقطو والدين تي قبله إن أيكو قريه جو حباران كران قبل داس مركان قرصة دي كدب أي قراءات كبارتي جهدي سميسي ما انتنا كالين تلاوات ترتن قرآن كي قصو أي قشيرون تي أي حتى مفلين لكن جهدي دادالك بحسان يكو قارتي إله أن قارتي سبحانه وتعالى مرك فارين waxay gaahad in gabdhaha ay ka guriyooda joogan aan qalbiga laga dilin la dhayn adii guursato waa wax barashmasho ku dhamaato maya markastood caafimaad qabtid marka guursatay ku fiican tahay marka biilkaaga iyo noloshaada qof kale ay saaran tahay markaas ay ugu fiican tahay guriga joogta raashina lagu keenna jikada gasho waxbaad iyo waxbaad soo karsata waa fadhiisa online wax lagu baran kara internetki hortintaas daacwayga ahad in dadkii niidan laga dilin khaasatan dumarka inay wax baran karaan in loo cadeeyo taasi waa mid labaad oo fariinta aan dilay waxay ahayd isla gabadha oo xaaskayga ah oo quraanka xifdisay juhdi sameeyay inay isu aragto inay daacwadii gudbin karto inay isu aragto inay qiimo bulshada xadada ay ku leedahay runtii gabadha fiican ba maanta noo yimid oo si fiican u karaameeyay oo hadiyad badan ba loo keenay oo waxa weeyaan dib waxaan la sheegi karin intaasii dhirigelin oo noqonay iyo ayadoo is arkaysa qiimaha ee bulshada xadada ay ku leedahay gabadha markay ahlo khair ay tahay quraanka Ilaahay barato inay wax uun faafin karto diintina dadka in gaarsiin karto marka ahdaaftaas een waxa jira dadka caayo een ugu dambeyn dadkaasi diinta maxay ka qabtaa qof muslim ah in waalidkiisa iyo asiga iyo diintiisa loo gaf awalan qof walaalka muslimka markuu dambi aad ku aragtid ayaa lagu faray in la asturo ceebtiisa la qariyo waayo anaka dhan ceeb socdaana ilaahay subhanahu wa ta'ala asturkiisa lagu socdaa mooyaane qof aan ceeb lahayn ma lahan haddii madka qof walaalka caay aad ku bilowdid oo aflagaada aad samaysid adaa is caaya isaga ma cayn waayo qofkan waxaad ku sheegayso ama caayadaas aad la soo banaanka la soo tagtay nebi sallallahu calayhi wasallam uu nooga digay in qofka muslimka ah in la badbaadiyo oo dhiiggiisa xaaraan uu ka yahay cirdigiisa xaaraan uu ka yahay marka in qof muslim la caayo waa qalad waxaa kaloo ugu daran khalqi ilaahay in wax laga sheego ilaahay qof suura buu abuuraa qofka suura buu abuuraa subxaanahu wa tacaala qof waa dheer yahay qof waa gaaban yahay qof waa madow yahay qof waa cad yahay mid qurux loo waaye mid qurux ma lahan maamulkiyaa wata allah jala jalaaluh mid sibihiis waa jaleec mid timar ma lahanba asla timaba kuu soo baxaanba markaas uu soo beertaa uu kari laayahay mid timihiis way adag yihiin maamul ilaahay baa socda subxaanahu wa tacaala qofka marka khilqadii haddii mathalan biyahan oo hadda horteena yaalo market ba waxaa shirkada sameeyay Soomaan biyaha hadda ceeb ku imaadaan shirkadii ceebta ku dhacayso lagama iibsanaayo shirkadii waxa lay shirkada shirkad xun waa iska ilaaliya oo wax dhacay dadka iibisa idan khaliqi samiyad u gifoysa markaad khalqi ka hadashid kan waa jiis kan waa jareer kan waa madow yahay kan waa adoon markaad leedahay suncadaas allah sameeyey khaliqi samiyad u gifoysa ninkaas dambigiisa waa weyn yahayba yacni kan la cayay maba saameynayo waxa weeyaan wuxuu cadow la yahay ama uu dhexgalay ilaahay wuxuu sameeyey khalqigiisa suu u kala dabiray ayuu lid ku yahay marka ilaahay cadowgiisa noqonaa markaasi marka insha allah ala in isbad baadiyo qof walaalka waxaad ku aragtaa qari lagu dhahay anaga laakiin waxaan jirnaa faagfaagna waxaan leeyahay
الله إله هذا الكاس أنت سؤال جدي ساس وقبضي ساسا أم لينا الله دذا إذا عاد أنت سمستين كلية دتك يكون مقيهن سبحان الله ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم مشقول وعلى هبل ساس ويها مجد ترى مرقى قارا أيكو اسك معناه سكر ويالو أيا صور هرا على سوق هذا بعد ما أنت على الغص واللفاقة عليها مجدين اسكم ور قبام با wax isku loo socda hata ma aha marka beenta la sheegayo iyo khalqiga Ilaahay wax laga sheegayo in dambigaasi socdo ogaada qofkii sameeyay ku noqonaysa Ilaahayna looga cabsado subhanahu wa ta'ala jazaakallahu khayr kama jazaakumullah noocyada saliida timaha ee top class idin hayaan waxa kamida Jamaican Black Castor Oil Black Seed Oil Jamaican Black Castor Oil Hair Food Jamaican Black Hair Grower Indian Hemp Activated Charcoal Hair Spa Tea Tree Oil 7-in-1 Hair Oil Moroccan Argan Oil Hair Booster Jamaican Hair Fertilizer Face Scrub Face Wash iyo Face Gel badeecooyinkan waxa ku keenay Company Aldojis International Limited Isli waxaad ka heli kartaa Galmad Supermarket Sharif Building Horyal Supermarket Slimor Rahalaya Cosmetics Madina Mall iyo dhammaan tukamada cosmetics ee Isli Townka Nairobi waxaad ka heli kartaa Best Lady Cosmetics Mombasa waxaad ka heli kartaa Roho Salama Shop A to Z Shop iyo 001 Cosmetics Garissa waxaad ka heli kartaa Baraka Cosmetics kasoo horjeedka Alwaqaf iyo Huluqo Shop Nakuru waxaad ka heli kartaa Woolmart Supermarket iyo Nakuru Cosmetics waxa faafayno dheerada kala xiriir ibarta daba kontani sadax eber shan Facebook Top Glass بارك الله فيك